السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله الفيديو ده هنشكر فيه كل طلاب الصف الرابع اللي تعبوا في المنهج، زي ما عودتكم أو قلت لكم الحصة اللي فاتت أو امبارح نزلت أسماء الأولاد على الجروب. هنقول اسمائهم بقى واحد واحد عشان نشكرهم، والناس اللي ما عرفش نعمل شهادات ليهم بسبب ضغط الوقت هنقول اسمائهم. اول حاجه معانا ادم احمد عبد المعز، شكرا جدا جدا يا مستر. الفيديو ده هعمله وهنزله، وبعد كده كمان في فيديو ان شاء الله نصائح للصف الرابع نعمل ايه في الاجازه، تمام، ونصائح للصف الخامس اللي رايح، هو احنا يعني الصف الرابع نعمل ايه، وكمان هعمل فيديو لسه الناس اللي رايحه سنه رابعه تعمل ايه ان شاء الله عشان تتلاشى اللي حصل السنه دي. أحمد عبد المعز، شكرا يا مستر، بالتوفيق ان شاء الله. انا بناتي بتلعب تحت في الشارع، صوتهم طالع اهو، كنت حابس جانا مع هنا عشان جانا في ثانيه وهنا في رابعه، فعشان لو شافت اختها بتلعب طبعا طفله فهتتاثر. نكبر الصوره شويه عشان سيف عبد البصير، شكرا يا مستر، جزاك الله خيرا واستمتع بوقتك يا مستر. دينا احمد محمد، شكرا يا مستر، جزاك الله خيرا وربنا يكلل تعبك دايما بالنجاح. زياد مصباح، شكرا شكرا يا زياد. احمد ياسر نجار، طبعا احمد، شكرا يا احمد وبالتوفيق في اللي جاي يا مستر باذن الله تعالى. فريده عبد اللطيف، شكرا يا فريده، وان شاء الله في التوفيق، توفيق في اللي جاي ان شاء الله، وخدي نفسك وارتاحي جدا جدا. محمود ايمن صلاح، شكرا يا محمود. منة الله محمد عصام، شكرا يا منة. عمر يحيى سعد، شكرا، كلنا بنفتخر بيك يا عمر. طارق وليد علي، كلنا بنفتخر بيك يا طارق. تقى شريف طلعت، كلنا بنفتخر بيك يا تقى. عمر محمود عطا، شكرا يا عمر، كلنا بنفتخر بيك وفرحانين بيك جدا. مروان محمد لطفي، شكرا يا مروان، وكلنا بنفتخر بيك يا مستر. محمود احمد اسامه، شكرا يا محمود، وكلنا بنفتخر بيك يا مستر. ماي جاد، اللي حصل عبد الرحمن مجاهد، شكرا عبد الرحمن، كلنا فخورين بيك واللي جاي احلى ان شاء الله. مازن محمود محمد، شكرا يا مازن، واللي جاي احسن ان شاء الله. هيا محمود عيسى، هيا، شكرا يا هيا، واللي جاي احسن باذن الله. حفصه طارق، شكرا يا حفصه، كلنا فخورين بيكي. ندى السيد عوض، شكرا يا ندى، كلنا فخورين بيكي. ريتال محمود، شكرا يا ريتال، كلنا فخورين بيكي، وان شاء الله السنه الجايه تكون في افضل حال. محمد تامر فضالي، شكرا يا محمد، كلنا فخورين بيك. مروان محمد رضوان، شكرا يا مروان، كلنا فخورين بيك. معاذ احمد عوض، شكرا يا معاذ، كلنا فخورين بيك واللي جاي احلى ان شاء الله. ادم احمد عبد المعز، شكرا يا ادم، واللي جاي احسن ان شاء الله، كلنا فخورين بيك. سيف عبد البصير، شكرا يا سيف، تحياتي ليك مستر محمد سعيد. دينا احمد محمد، شكرا يا دينا، تحيات جروب تاسيس بدون تعقيد. زياد مصباح، شكرا يا زياد، كلنا فخورين بيك، تحيات قناه تاسيس بدون تعقيد يوتيوب. احمد ياسر النجار، شكرا يا احمد، الاسم متكرر باين. فريده عبد اللطيف، شكرا يا فريده. محمود، الاسماء دي متكرره. نرجع تاني بقى للبوست التاني، ده البوست الاول، ده البوست الاول، البوست التاني، الجزء التاني من الاسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الجزء التاني، الجزء التاني، التالت، الجزء الثاني، هو ده. يوسف فرحان ابراهيم، شكرا يا يوسف، كلنا فخورين بيك. معاذ احمد عوض، شكرا يا معاذ، كلنا فخورين بيك. شروق، في اسماء هنا هي في التعليقات تالي ما بقاش اسمها. شروق وليد اللبان، شكرا يا وليد. شروق عبد الرحمن عمرو، شكرا يا عبد الرحمن. زياد محمد سعيد، شكرا يا زياد. عبد الله محمد سيد، شكرا يا عبد الله. رودينا محمد شوقي، شكرا يا رودينا. رودينا محمود، شكرا يا رودينا، بالتوفيق في اللي جاي، تحياتي ليكي مستر محمد سعيد. لؤي محمد فكري، شكرا يا لؤي، اللي جاي احسن باذن الله. جنى احمد سعيد، شكرا يا جنى، ما هو بتقول شكرا يا مستر لتعبك، شكرا ليكم يا جماعه على اللي عملتوه مع اولادكم. ملك طه نصر، شكرا يا ملك، واللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله تعالى. رودينا محمد نعيم، شكرا يا رودينا، كلنا فخورين بيكي. نادين هاني النجار، شكرا يا نادين، كلنا فخورين بيكي يا نادين. محمود احمد اسامه، شكرا يا محمود، واللي جاي احسن باذن الله. سجى عبد الجواد، شكرا يا سجى.
محمد طلعت، شكرا يا محمد، كلنا فخورين بيك على اللي عملته. دارين وائل، شكرا يا دارين. صفا شادي عبد اللطيف، شكرا يا صفا، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. دعاء ساهر ابو بكر، شكرا يا دعاء، وفي التوفيق بالتوفيق في اللي جاي يا مستر. جمانه احمد عفيفي، شكرا يا جمانه، وتحياتي ليكي، وكلنا فخورين بيكي جدا جدا جدا. خديجه محمد، مصطفى عبده، خديجه مصطفى عبده، شكرا يا خديجه، وبالتوفيق في اللي جاي، كلنا فخورين بيكي. حبيبه وليد خطاب، شكرا يا حبيبه، وفخورين بيكي، واللي جاي احسن باذن الله. يوسف فرحان ابراهيم، شكرا يا يوسف، وفي اللي جاي، اللي جاي احسن باذن الله. معاذ احمد عوض، شكرا يا معاذ، وكلنا فخورين بيك يا معاذ. عبد الله محمد سيد، شكرا يا عبد الله، بالتوفيق في اللي هو جاي. رودينا محمد شوقي، شكرا يا رودي. رودينا محمود، دي الاسماء الثانيه. ندخل بقى على البوست الثالث والاخير اللي فيه الاسماء، خليك للاخر عشان ممكن تلاقي اسم ابنك جاي حالا، لان تقريبا عملت كل بتاع كل الايه اللي الناس طلبته. بسم الله الرحمن الرحيم. هبة الله حسين أحمد، شكرا يا هبة، والتوفيق اللي هو جاي. مازن محمد، محمد عبد الخالق، شكرا يا مازن، كلنا فخورين بيك. أيتن عمرو وحيد، شكرا يا أيتن، كلنا فخورين بيكي. أحمد محمد خفاجي، شكرا يا أحمد، كلنا فخورين بيك. سهيلة محمد يحيى، شكرا يا سهيلة، والتوفيق في اللي جاي. حلا سامح إبراهيم، شكرا يا حلا، تحياتنا ليكي، وبالتوفيق إن شاء الله. جمانة أحمد عفيفي، شكرا يا جمانة، بالتوفيق في اللي جاي. جمانة أحمد عزت، شكرا يا جمانة، بالتوفيق في اللي جاي. رماس أحمد عزت، إخوات طبعا، شكرا يا رماس. يوسف فرحان إبراهيم، شكرا يا يوسف. صفا شادي عبد اللطيف، شكرا يا صفا. دعاء ساهر أبو بكر، شكرا يا دعاء. حبيبة وليد خطاب، شكرا يا حبيبة. خديجة محمد عبدو، شكرا يا خديجة. أمال تامر أبو ليلى، شكرا يا أمال، وبالتوفيق في اللي جاي إن شاء الله. يوسف يوسف جابر السيد، شكرا يا يوسف، كلنا فخورين بيك. خالد تامر ابو ليلى، شكرا يا خالد، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ديما اشرف ماضي عبد العظيم، شكرا يا ديما، وكلنا فخورين بيكي. زينه عماد الصاوي، شكرا يا زينه، في بالتوفيق في اللي جاي. خالد محمد علي غالي، خالد محمد غالي، شكرا يا خالد، بالتوفيق في اللي جاي. علي محمد علي، شكرا يا علي، بالتوفيق في اللي جاي باذن الله تعالى. خديجه مصطفى عبده، شكرا يا خديجه. حمزه محمد، شكرا يا حمزه، بالتوفيق في اللي جاي مستر، كلنا فخورين بيك. حمزه محمد بيومي. انس مصطفى عبد الفتاح، شكرا يا انس، وبالتوفيق في اللي جاي. مريم مصطفى محمد، شكرا يا مريم، وبالتوفيق في اللي جاي. حمزه محمد مصطفى، شكرا يا حمزه، كلنا فخورين بيك، وبالتوفيق في اللي جاي. جاسر محمد مصطفى، شكرا يا جاسر، وبالتوفيق في اللي جاي. شهد صلاح رشدي، شكرا يا شهد، بالتوفيق في اللي جاي، وكلنا فخورين بيكي. سجا عبد الجواد، شكرا يا سجا، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. احمد محمد عبد العزيز، شكرا يا احمد، وكلنا فخورين بيك، تعبت كتير واللي جاي احلى. جنى محمود السايس، شكرا يا جنى، تعبت كتير، انت من اطفال رابعه ابتدائي، واللي جاي احسن ان شاء الله، كلنا فخورين بيكي. ملك احمد ماهر، شكرا يا ملك، كلنا فخورين بيكي، تعبت كتير بس اللي جاي احلى، بطل من ابطال سنه رابعه. ياسين حسام حسني، شكرا يا بطل، تعبت كتير بس اللي جاي احلى ان شاء الله، كلنا فخورين بيك ماما وبابا. تسنيم علاء محمد كامل، تعبت كتير يا تسنيم بس اللي جاي احلى يا مستر، وكلنا فخورين بيكي جدا جدا جدا، بطل من ابطال سنه رابعه. لوجين او لوجين خالد سعيد، شكرا يا لوجين، تعبت كتير بس اللي جاي احلى، وكلنا فخورين بيكي جدا جدا جدا. مريم محمد بيومي، شكرا يا مريم، وفي اللي جاي تعبت كتير يا مستر، وكلنا فخورين بيكي، بطل من ابطال سنه رابعه. زينه عماد الصاوي، شكرا يا زينه، تعبت كتير، كلنا فخورين بيكي، واللي جاي احسن باذن الله. علي حسين سيد، شكرا يا علي، واللي جاي احسن باذن الله تعالى. رقيه حسن سيد، شكرا يا رقيه، كلنا فخورين بيكي، وتعبت كتير، واللي جاي احسن يا مستر باذن الله. جنى محمود محمد مهني، شكرا يا جنى، تعبت كتير بس اللي جاي احسن، ونشوفك على خير ان شاء الله، كلنا فخورين بيكي جدا جدا، بطل من ابطال سنه رابعه. حمدي صابر حسني، شكرا يا حمدي، كلنا فخورين بيك، تعبت كتير جدا جدا يا مستر، ونشوفك على خير ان شاء الله السنه الجايه. وتابع قناه تاسيس بدون تعقيد على اليوتيوب عشان تعرف تشتغل المنهج ازاي. يوسف محمد محمود جمعه، يوسف محمود جمعه، شكرا يا يوسف، تعبت كتير بس اللي جاي احلى، كلنا فخورين بيك. يوسف احمد عبد الحميد، شكرا يا يوسف. معانا كمان هنا مروان حسن عبد الرحمن، شكرا يا مروان، كلنا فخورين بيك جدا، تعبت كتير. يوسف الدين خالد، سيف الدين خالد، تعبت كتير يا سيف بس اللي جاي احلى يا مستر، نشوفك على خير ان شاء الله، كلنا فخورين بيك جدا جدا، بطل من ابطال سنه رابعه. مريم محمود، شكرا يا مريم.
حسني صابر حسني، شكرا يا حسني، كلنا فخورين بيك جدا جدا، وتعبت كتير ونشوفك على خير ان شاء الله. محمود تامر عبد الحكيم، شكرا يا محمود، بطل من اقفاص سنه رابعه، تعبت كتير بس اللي جاي احلى. محمد عبد اللطيف الخواجه، شكرا يا محمد، تعبت كتير بس اللي جاي احلى، كلنا بنفتخر بيك يا مستر بطل من اقفاص سنه رابعه. شروق محمد، شروق مصطفى حامد، شكرا يا شروق، تعبت كتير يا مستر، تحيات جروب تاسيس بدون تعقيد، كلنا فخورين بيك. عمر ايهاب عبد العزيز، شكرا يا عمر، بطل من ابطال سنه رابعه. ندى احمد محمد، تعبت كتير يا ندى بس اللي احسن، شكرا يا ندى. امينه رماح او رماح، تعبت كتير يا اميره، بطل من ابطال سنه رابعه. خالد محمود علي، شكرا يا مستر، تحياتي ليك مستر محمد سعيد. فريده محمود سلامه، شكرا يا رفيده، ارجو تعديل اسم، شكرا يا رفيده محمود سلامه، متاسف جدا يا مستر رفيده، مش في تعديل هنا، مش تعديل، لا مش تعديل، متاسف يا رفيده، رفيده محمود سلامه، كلنا فخورين بيك يا مستر، جدا جدا شكرا لتعبك يا مستر. لامار مصطفى عبد الحميد، شكرا يا لامار، تعبت كتير، تحياتي ليكي جروب تاسيس بدون تعقيد ومستر محمد سعيد. تسنيم علاء محمد كمال، شكرا يا تسنيم، كلنا فخورين بيكي ونشوفك على خير في السنه الجديده ان شاء الله. انس مصطفى عبد الفتاح، شكرا يا انس، تعبت كتير، بطل من ابطال سنه رابعه بس اللي جاي احسن. اروى عصام فاروق، شكرا يا اروى، تعبت كتير بس اللي جاي احسن يا مستر كتير ان شاء الله. يوسف فادي، شكرا يا يوسف، ربنا يحميك، ما بقول لك ربنا يحميك يا حبيبي، وشكرا ليك يا مستر، عفوا، تحياتي ليك يا يوسف، بطل من ابطال سنه رابعه. نورسين عمر، شكرا يا نورسين، جروب تقسيم تعقيد وقناه تقسيم تعقيد، ومستر محمد سعيد بحييك، يقول لك تعبت كتير جدا جدا وتابع القناه السنه الجديده عشان تعرف تذاكر ازاي. شروق وليد اللبان، شكرا يا شروق، تعبت كتير بس اللي جاي احسن، بطل من ابطال سنه رابعه. محمد تامر الفضالي، شكرا يا محمد، اعتقد كده الزهراء الطيب، شكرا يا زهراء، اسم جميل جدا جدا، تحياتي ليك يا مستر، وتعبت كتير واللي جاي احلى باذن الله. هبه الله حسين احمد، شكرا يا هبه، تعبت كتير، بطل من ابطال سنه رابعه، اللي جاي احلى باذن الله. مازن محمد، محمد عبد الخالق، شكرا يا مازن، تعبت كتير، كلنا فخورين بك، وتحياتي ليك مستر محمد سعيد. ايتن 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 عمر وحيد، شكرا يا ايتن، بطل من ابطال سنه رابعه، تعبت كتير واللي جاي احسن باذن الله. احمد محمد خفاجي، شكرا يا احمد، تعبت كتير واللي جاي احسن يا مستر باذن الله. سهيله محمد يحيى، شكرا يا سهيله، تعبت كتير، تحياتي مستر محمد سعيد وجروب تاسيس بدون تعقيد. حلا سامح ابراهيم، شكرا يا حلا، ماما تقول لك شكرا يا مستر على تعبك معانا، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. جمانة احمد عفيفي، شكرا يا جمانة، تعبت كتير وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله. جمانة احمد عزت، كده احنا خلصت. ريماس احمد عزت اخوات، شكرا يا جمانة وريماس، شكرا واللي جاي احسن باذن الله. يوسف فرحان ابراهيم، شكرا يا يوسف، تمام. صفا شادي، كل الاسماء قررت، تمام. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن باذن الله تعالى، هيكون عن رسالة إلى طلاب الصف الرابع، نعمل إيه في الأجازة؟ يا ريت لو مهتمين بالسلسلة ديت في الأجازة هتفيدكم كتير، تابعوا القناة وادخلوا جروب التليجرام أو قناة التليجرام، هيفيدكم كتير جدا جدا، هعرفكم نعمل إيه في الأجازة. نقعد نريح، نعمل إيه، نستغلها بشكل كويس عشان السنة الخامسة إن شاء الله، اللي عمل قلق السنة دي إن الأطفال مش متأسسة، نعمل إيه إن شاء الله في الأجازة؟ لو مهتمين بالفيديوهات ديت يا ريت تعلقوا لي وتقولي معاك يا مستر عشان انزل الفيديوهات دي في الصيف، نعمل ايه باذن الله تعالى، خطه كامله صف الرابع للصف الخامس يعني رايح، وكمان خطه للي رايح صف الرابع ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.